السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في قناتي على اليوتيوب. إذن أصدقائي، في هذا الفيديو إن شاء الله سنشد الرحال لنعبر التلال والجبال إلى بلاد الروعة والجمال. هناك حيث لا تزال تقف الأطلال شامخة راسخة عبر الأجيال، سندخل الجرف العظيم ونشاهد عجائب الخالق في التصميم. سنسير بين واحات النعيم، سنذهب حيث تلتقي بدائع الطبيعة الجيولوجية بروائع الأجداد الهندسية. سنتسلق الجروف الصخرية ونعبر الحواف الجبلية لندخل البيوت المنسية في واحدة من أجمل القرى في الكرة الأرضية. فإذا كنت تبحث عن جمال المناظر وتريد اكتشاف الجزائر، فشاهد معنا هذا الفيديو إلى الآخر. إذن أصدقائي، نحن هنا في أواخر فصل الشتاء، وفي صباح هذا اليوم الجميل كانت بداية رحلتنا كالعادة من عاصمة الأوراس ولاية باتنا. انطلقنا في طريقنا نحو الجنوب الشرقي لعاصمة الولاية عبر الطريق الرابط بين باتنا تزولت ثم وادي الطاقة، مرورا بأريس وثيغانيمين وصولا إلى غسيرة. ونحن على الطريق نسير صعودا بين الجبال، وصلنا هنا إلى أعالي قرية عين الطين على ارتفاع أكثر من 1600 متر على مستوى سطح البحر. ومن هنا ستشاهد الطريق أمامك تمتد لتختفي وسط كثافة السحاب الذي يغطي سفوح الجبال المحيطة، ويتقدم نزولا ليغمر كل أرجاء المنطقة. هنا درجات الحرارة منخفضة جدا، والأجواء على هذا الارتفاع شديدة البرودة في هذا الوقت من السنة، بل وتكاد تكون متجمدة. ومع بداية أول زخات المطر غادرنا المكان وأكملنا طريقنا إلى الجنوب. وصلنا أخيرا هنا إلى هذا الشرخ الجبلي العملاق الذي يتخلله نفق محفور في عمق الجبل الصخري ليشكل مسلكا يشق الجبل الكبير. إنه المعبر الرابط بين بلدية ثيغانيمين وبلدية تكوت. هذا المعبر والجبل الصخري والمكان بكامله يذكرنا بمعبر القنطرة الذي شاهدناه في الفيديو السابق على قناتي، وكأنها صورة طبق الأصل في أغلب ملامح المكان. وبعد معبر ثيغانيمين ببضع كيلومترات فقط، وعلى جنب الطريق تقابلنا هذه القرية الحجرية القديمة التي تعلو واحات النخيل الممتدة على طول مجرى الوادي الكبير. هنا ينابيع الماء والبساتين الخضراء، تغريد العصافير يملأ الأجواء، الصفاء والنقاء وزرقة السماء وهدوء الريف يردد في الأصداء. نحن هنا
في الجزء الجنوبي من جبال الأوراس، ومن هنا تبدأ ملامح التضاريس والبيئة المحيطة وحط المناخ بالتغير كليا. من جبال خضراء وغابات كثيفة ومناخ بارد شمالا، إلى جبال صخرية جرداء ووديان محفوفة ببساتين النخيل ومناخ حار وشبه صحراوي. بعد مسيرة 70 كيلومترا أخيرا وصلنا إلى مقصدنا، قرية غوفي، بلدية غسيرة بولاية باتنا، وغسيرة باللغة الشوية تعني الغوص هنا. ومن هنا كانت المفاجأة، وكأنها الأرض انشقت هنا لتتكون هذه الجروف الصخرية المهيبة والعملاقة. على عمق أكثر من 60 مترا في باطن الأرض، وعلى طول أكثر من 20 كيلومتر، يمتد هذا الجرف الصخري العملاق. على طول هذا الوادي الكبير تمتد أكثر من 6 قرى حجرية معلقة بنيت منذ آلاف السنين على هذه المنحدرات الصعبة والأخاديد الصخرية التي تكاد تكون مستحيلة المسالك. فبعض هذه البيوت محفورة في صخور الجبل ولا يمكن الوصول إليها إلا بحبال التسلق. ويقال أن الكاهنة ملكة الأمازيغ هي من بنت هذه القلاع القديمة، وكانت بمثابة الحصون المنيعة التي يحتمي بها جيوش الأمازيغ في أوقات الحروب والغارات قديما. بيوت نصف كهفية معلقة في أخاديد الجرف الصخري، ومدارس قرآنية، وقلاع حجرية كبيرة، بالإضافة إلى واحات النخيل التي تملأ عرض الوادي الأبيض لتشكل واحدا من أجمل المناظر التي قد تشاهدها في حياتك، لتصنفها منظمة اليونسكو ضمن قائمة المواقع التاريخية والطبيعية العالمية. أفلوس هو الاسم الأمازيغي القديم للمنطقة قبل الاستعمار، وكلمة أفلوس تعني الهلال باللغة الشاوية. وتختلف الروايات حول أصل تسمية المنطقة بغوفي. البعض يقول أن غوفي هو اسم المستوطن الفرنسي الذي قام ببناء الفندق المحفور في عمق الجرف الكبير ليحول المكان إلى منطقة سياحية ومقصدا لكبار الشخصيات والمشاهير والأثرياء من أوروبا في ذلك الزمان. وعلى هذا الدرج الطويل بدأنا رحلة النزول إلى الوادي الأبيض إغزر ملال،
على عمق 60 متر من سطوح غوفي. أخيرا وصلنا إلى عمق الوادي الأبيض، وأول شيء يقابلك هنا أطلال هذه المدرسة القرآنية القديمة. لا شك أنها كانت منارة علمية ودينية لسكان القرية قبل سنوات عديدة. ومن هنا وأمام المدرسة القرآنية مباشرة تجري مياه الوادي الأبيض العذبة على كيلومترات كثيرة، مرورا ببساتين النخيل والقرى المجاورة ليزرع بها الله الحياة في كل أرجاء الوادي الأبيض الكبير. مياه الوادي هنا أيضا تعج بالكثير من أشكال الحياة، أسماك وسلطنات المياه العذبة وأفاعي مائية، بالإضافة إلى الضفادع وربما الكثير من الكائنات الحية الأخرى التي لم يكفنا الوقت الضيق لاكتشافها بعد. نقاء المياه الجارية هنا تمكنك من رؤية الأسماك السابحة بكل وضوح وصفاء، وكأنك فعلا تشاهد أكواريوما طبيعيا مفتوحا أمامك مباشرة. وكما يقال أن التفرج على الأسماك السابحة هو علاج فعال للتوتر وإراحة الأعصاب، فكم هو رائع أن تضع رجليك في هذه المياه المنعشة وأنت تستلقي لتشاهد سلاسة الأسماك مع تصاعد رائحة التراب المبتل الزكية. تقدمنا قليلا مع الوادي لنلقي نظرة في الجوار على أحد القرى الصغيرة والقريبة أعلى المنحدر الصخري المقابل. بقيت القرية ورحل سكانها منذ عهد بعيد، ما زالت صامدة في وجه الزمن وتحتفظ بأغلب تفاصيلها لتعطينا هذه الصور عن روائع الهندسة والبناء لأجدادنا القدماء الذين تحدوا قساوة التضاريس الصعبة لينحتوا صخور الجبال ويشيدوا أحسن القلاع. و
وكما تشاهدون هنا بعض البيوت النصف كهفية محفورة في أخاديد الجرف الصخري عاليا حيث لا يمكن الوصول إليها إلا بحبال التسلق. مشاهدة هذه البيوت لأول وهلة تذكرنا بأعشاش النسور والجوارح التي تبني أعشاشها بنفس الطريقة تقريبا. رغم الحرائق الكبيرة التي حدثت هنا في السنوات القليلة الماضية والتي أتلفت أغلب البساتين وأشجار النخيل وتسببت بكارثة كبيرة في هذا الوادي، إلا أن المكان لا يزال صامدا محتفظا بكامل روعته وجماله. بسبب صعوبة المسالك وضيق الوقت لم نتمكن من التقدم أكثر نحو القرية الكبيرة وبقية القرى المجاورة هناك، حيث يقال أنها تنتشر أيضا كهوف الكوارتز والأحجار النصف كريمة وأيضا القلاع الكبيرة. لهذا قررنا أننا لابد أن نعود في يوم آخر ونخصص وثائقيا كاملا لزيارة هذه القرى واستكشافها عن قرب. ومن هنا يقابلنا الفندق الفرنسي القديم الذي تم بناؤه قبل أكثر من قرن من الزمان من طرف أحد المستوطنين الفرنسيين والذي كان يدعى غوفي كما تقول بعض الروايات، ولهذا سميت شرفات غوفي باسمه آنذاك. وكان هذا الفندق في ذلك الزمان مركزا سياحيا عالميا وقبلة مفضلة لكبار الشخصيات والقادة والمشاهير من كامل أنحاء أوروبا والعالم. يقال أيضا أن أشهر الفنانين العالميين كانوا ينزلون بالفندق بحثا عن السكينة والإلهام في ربوع هذه الطبيعة الساحرة. بدأنا رحلة الصعود إلى الفندق المهجور الذي يرتفع بحوالي 40 متر من أسفل الوادي، ونحن نتقدم على هذه المسالك الترابية والحجرية الضيقة. أخيرا وصلنا هنا حيث هذه البيوت الحجرية النصف كهفية المحفورة في عمق أخدود الجبل والتي تتخذ الجرف الصخري كأرضية وكسقف لها أيضا. وفي واجهة هذه البيوت أيضا هناك ما تبقى من رواق العابرين الذي كان يحمي المارة من السقوط على الجرف، وكما يبدو أنه كان مسقفا بجذوع النخيل والطين.
رغم ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة خارجا، إلا أنك ما إن تدخل أحد هذه البيوت ستفاجأ بنسيم عليل وهواء لطيف ينساب من كل الأركان والجهات. الرائحة العتيقة هنا ولون الدخان المحفور في الصخر يعطيك انطباعا عن العمر الطويل والسنين العديدة التي مرت على هذا المكان. هنا كان يعيش أجدادنا منذ آلاف السنين، وكان هذا المكان عامرا بالحياة والأشخاص والقصص والحكايات، ولا شك أنه شهد أفراحا وأحزانا وكفاحا ونجاحا تردد صداها بين أحجار هذه الجروف القديمة التي أصبحت خاوية على عروشها. أخيرا وصلنا هنا إلى الفندق الفرنسي المعلق. من أول نظرة تلاحظ الشقوق الكبيرة والبارزة في جدرانه المستندة إلى تجويف الجرف الصخري الكبير والذي يتخذه الفندق كأرضية وكسقف له أيضا. هذا الفندق النصف كهفي ما زال يحتفظ بأغلب تفاصيله تقريبا، صالة استقبال ومطعم وغرف متوسطة الحجم بنيت طوليا لتطل جميعها على منظر الوادي الكبير. وأنا أسير على هذا الرواق الذي يشبه الكورنيش وأشاهد الإطلالة الرائعة للمكان الذي يملأه الهدوء والسكينة، تمنيت لو تم ترميم هذا الفندق الرائع وأعيد افتتاحه أمام الزوار ليكون ربما من أشهر الفنادق الملهمة في كل أنحاء العالم. وهنا على طرف الفندق وغير بعيد يوجد ينبوع للمياه العذبة الصافية التي تتدفق من صخور الجبل مباشرة.
تقدمنا قليلا لاستكشاف الجهة الشمالية للفندق، ونحن نسير تحت هذا التجويف الصخري الكبير المحاط بنباتات الصبار الشوكية، إلى أن وصلنا هنا حيث وجدنا هذا المنبع المائي الثاني في طريقنا. يبدو أنه تم بناء حوض حجري قديم هنا لتخزن وتجمع فيه المياه المتدفقة الخارجة من هذه الصخور، وللأسف تراجع كبير في مياه المنبع لهذا العام بسبب الجفاف وقلة الأمطار على غير العادة. إلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية رحلتنا لهذا اليوم. أتمنى ألا تبخلوا علينا بآرائكم وتعليقاتكم، وأيضا بالدعم والمشاركة مع أصدقائكم. انتظرونا في الرحلة القادمة إن شاء الله. ألف تحية وشكر لكم، وإلى اللقاء.